شارك سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في أعمال الدورة 11% لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية. جاء ذلك بحضور سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، وخلال كلمته استعرض أناس السياسات العربية التي تخص أصحاب العمل والعمال، داعيا إلى ضرورة أن تتوافق معايير العمل الدولية بشأن حقوق الإنسان مع ما لا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية والقوانين والتشريعات المنظمة والحاكمة للعديد من الدول الأعضاء، حيث رأى أن التعريف الحالي للعامل كاف ليشمل جميع الفئات الواردة في قوانين الدول العربية ويتماشى مع معايير العمل الدولية المطبقة والصكوك الدولية السارية بشأن حقوق الإنسان، موضحا أن دولنا العربية تبذل جهودا حثيثة وملموسة في تعزيز حماية حقوق الإنسان وملتزمة التزاما صادقا بتعهداتها الدولية في هذا الشأن بما لا يخالف ثوابتها الدينية، وتزخر بنيتها التشريعية بالعديد من الضمانات اللازمة لتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفق المبادئ والضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية. كما أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية التعاون للتغلب على التحديات. ندرك جميعا أننا نعيش في عالم يموج بالأزمات الدولية المتلاحقة، خلفت صعوبات كثيرة بما يتطلب منا العمل معا لصياغة رؤى تنموية كفيلة بالتغلب على تلك الصعوبات التي خلفتها هذه الأزمات، عبر وضع أجندة عمل متكاملة للاستجابة لهذه التحديات التي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو وزيادة سرعة التضخم وارتفاع الأسعار جراء انقطاعات سلاسل الإمداد. لذا فإنه من المهم والضروري امتصاص تلك الأزمات وتجاوزها من أجل حاضر ومستقبل الأمم والشعوب.